التنمية على أرض سيناء بين الواقع والمأمول. لابد جميع المؤسسات الاقتصادية أن يكون لها دور اجتماعي بجانب الدور الاقتصادي. وكيف السبيل إلى إحداث تنمية حقيقية وشاملة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر؟ لابد أن نوقف عجلة الدوران دي الخلف بسرعة ونبدأ ندفع عجلة الدوران دي لقدام. الأمن هو أبو الاستقرار. الحكومة مش دورها إحداث التنمية، الحكومة دورها قيادة حركة التنمية. مقابلة التلفزيون المصري، برنامج بيتنا الكبير مع الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء.